انا قرات تقرير شرق الاوسط اليوم، تدري شو يقول على هاي الهوسه اللي صارت في المطاعم مال بغداد؟ يعبر عنها دكتور شرق الاوسط، تقول هذه حرب شركات وشركاء. يقول لي انه لا يوجد عمليه اقتصاديه او نشاط اقتصادي بالعراق ما في غطاء سياسي، فلذلك عمليه التنافس التجاري ممكن ان تؤدي الى صدام سياسي تدخل به، يعني يدخل به الامن. هذا تحليل يعني خلينا اشاركك في تحليل الشرق الاوسط يا دكتور احمد. نعم كل ما ذكرته حصل في العراق حقيقه، لكن الان الحرب اختلفت، يقول شركات وشركاء، اذا النزاع تحول الى قضيه اخرى، نزاع من هذا النوع بين الحكومه وبين الذين يريدون ان ينتفعون من الحكومه، بمعنى هذا النزاع تعتقد سيسقط الاقنعه عن اللي مر بالمظلوميه الشيعيه ومر بمظلوميه المذهب؟ هسه الامور اتضحت، هسه تكاد ان تكون ان تسقط الاقنعه اذا ما قررت الدوله مواجهه هذا الفصيل الضال. اقول لك استاذنا، خلني ازيدك بالشعر بيه الدكتور نجم، بس الملاهي بالعراق ما راح تصير بيها مشاكل. ليش عجب؟ شلون المطاعم، الشركات، الاستثمارات، باستثناء الملاهي. ليش الملاهي؟ واضحه، هم اهل بغداد جابوك، انا ما جاب على الرجال قاعد بالخارج. هسه هم اهل بغداد، اهل بغداد حكوا ولا انت حكيت؟ الملاهي يعني انتم تشيتون عن، يعني واضحه انه هي تابعه الى جهات سياسيه ومعروف يعني بغداد. اذا احسن والله، اذا تابع على جهات سياسيه يا ريت، يعني دوله مدنيه علمانيه والولد يرفهون الشعب، يا ريت الجهات السياسيه. هو هذا راح اقول لك، حتى ليش قالت لك القهر؟ ما انا ما حاكي ابويا، انا جاي احلل. اقول لك دكتور نجم، الملاهي ما راح تصير بها طلايب. ليش؟ لان الجماعه مرتبين امورهم، اكو ترتيبات يعني. بس على المطاعم الامريكيه، بس على الاستثمارات، احنا قلنا 18 مليار دولار اكو استثمار بالعراق. هذا مو حكي، مو كلام، هسه ادز لك وثيقه يعني سلكت يو اس اي، عرفت شلون؟ واكو دول، يعني شوف تقرير الشرق الاوسط يشير الى نقطه ثانيه، يقول حتى لو كان هذه الاعمال غير مقصوده فستصب في مصالح دول تستثمر من العراق، يعني تركيا، ايران، الدول التي تستثمر وحجم استثماراتها عالي من العراق، استهداف الاستثمارات الامريكيه راح يصب، يعني راح يجعل العراق يلجا وين؟ لايران، يلجا وين؟ يا استاذ تركيا. يا استاذ احمد، فهي يا استاذ احمد، يعني مرات الجنبه الخارجيه من الموضوع. نعم لا، طالما اكو استهداف تحت عنوان المصالح الامريكيه، بمعنى هنالك جزء من ضد الحكومه، انه انتم شلون تقيمون علاقات استراتيجيه دائميه مع الولايات المتحده الامريكيه؟ منو عادي امريكا بالداخل والخارج؟ هم ذولا ربعه، نقدر نفهمها بهذا الشكل؟ ممكن ان نفهمها بهذا الشكل، ولكن سلوك الاطار التنسيقي هو داعم يعني تصرف السودان، يعني السودان ما راح بكيف، اكو قوه سياسيه جلبته دعم. القوم في يعني السر غير القوم في العلن يا سيدنا العزيز. اقول لك دكتور، انا فاهم وافهم يعني ما تقصده جنابك، أيه. ولكن هذا هو عمليه احراج للقوى السياسيه التي دعمت. ما انتم يعني نريد نفتهم، احنا نريد لنا راس، نريد لنا راس نسولف وياهم. انتم من جماعه امريكا وداعمين السودان ووديته وقلتوا له عاش تيدك سوى استثمارات واتفاق وجدول انسحاب القوات واتفق على قضيه اليونامي، وكلكم داعمين هذا الاتجاه، غير زين هذول هم محسوبين عليكم. ابو علي العسكري البارحه طلع تغريده مثلا، قرات انت شفت ايش قال بيها؟ اي قرات، يقول اي هجموا، يعني زين انت سوداني، انتم يا اخوة الاطار غير لازم توضحون ما هو موقفكم من بعض القوى الفصائليه الموجوده اللي تتبنى استراتيجيه متعارضه جدا مع استراتيجياتكم. ما هو تفسيركم؟ ماذا تقولون للشعب العراقي؟ يعني هذا سؤال نطرح احنا كمواطنين عراقيين. فانا اعتقد واضح انه الاتجاه لاحراج السودان، ولكن ما غير مفهوم تركيبه الاطار، يعني اتجاهات الاطار وين رايح؟ دوله، شعب، خارج، داخل، امريكا، ايران، لازم تتوضح العمليه، ما يصير رجل هنا ورجل هنا. المهم نبقى ضمن